أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا عالميا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. قررت الحكومة وبعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص، وذلك لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر يوليو عام 2020، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما قررت الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر يوليو عام 2020 بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، وبالتوازي مع أسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا من قبل صندوق العمل تمكين وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 1815 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. من المؤكد أن العمل من خلال المكاتب لن يبقى على حاله بعد فترة الحظر الناجم عن فيروس كورونا، فالمكاتب والبيانات المستقبلية ستكون مزودة بالتكنولوجيا أكثر من المكاتب التقليدية الحالية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور جاسم حاجي خبير النشرة الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل. مساء الخير دكتور جاسم، وبداية كيف ستغير التقنيات الحديثة الأدوات الداخلية للمكاتب بعد أزمة فيروس كورونا المستجد؟ مساء الخير. طبعا المقرر أن تكون تكنولوجيا في قلب كل مكان عمل في المستقبل، عندما نعود إلى المكاتب بعد الإغلاق إن شاء الله ناجم عن فيروس كورونا، طلع الشركات ليس فقط إلى جعل أماكن العمل أكثر أمانا، ولكن أيضا إلى تقديم خدمات لعملائها بشكل مختلف عن طريق روبوتات والذكاء الاصطناعي. هنا يأتي دور الذي تلعبه إنترنت الأشياء وما يسمى بالآي أو تي في هذا الوضع الجديد، الأمر الذي سيدفع باعتماد في الكثير من التقنيات الموجودة بالفعل، فهي عامل مساعد للإرشادات الصوتية. في السابق كنا نستخدم مثلا مساعدي الذكاء الافتراضي كسيري من أبل أو أليكسا من أمازون أو كورتونا مايكروسوفت أو جوجل أسيستنت للإرشادات في المنازل، لكننا سوف نراهم في المستقبل من خلال تخاطب صوتي، مما يساعد على تلقي الإرشادات في حال وجود تقارب اجتماعي أو الوصول إلى مناطق محظورة أو حتى مخالف بعض القوانين. في هذا الوقت يمكنني يساعد استخدام أجهزة الاستشعار المترابط أماكن العمل على تقليل حاجة الموظفين إلى اللمس الأسطح،
من خلال فتح الأبواب بشكل تلقائي، ذلك عدم لمس المقابض مثلا قبل دخول المصاعد. يمكن ربما نستطيع إخبار المصعد بالطابق المراد للوصول إليه بدلا من الضغط على الأزرار، كما يكون أنت داخل غرفة مليئة بالفواصل والمكاتب المتباعدة بدلا من مخططات المكاتب. ويمكن نشوف كثير من الشركات لتقليل من الكثافة يطلبون الموظفين العمل في النوبات من لا. إيطاليا. إذا تحدثنا عن بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، ما هي التقنيات بالتحديد التي يجب استخدامها في مكان العمل؟ طبعا في كثير من التقنيات بعضهم ذكرتهم، ممكن بس الشركات إذا تستخدم أجهزة استشعار الضوء وطاقات الهوية لجعل مكان العمل أكثر كفاءة. نعم. فتتبادل أماكن العمل أجهزة استشعار بصمات الأصابع، نستخدمهم اليوم كثير من الشركات أو المؤسسات بتقنية التعرف على الوجوه للحضور. تستخدم المصانع الشطط المعصم او ريست سترابس اللي يسمونهم، تتبدل العمال اذا اقتربوا من بعضهم البعض، ويستخدمون حتى المكاتب كمستشفيات اجهزه تتبع الحراره، يمكن مراقبه درجه حراره الجسم للموظفين كالمرضى. ويوجد داخل الاجهزه مستشعرات صغيره يمكنها التقاط البيانات في الوقت الفعلي ونقلها الى اجهزه اخرى. نعم. طبعا هني التخطيط يمكن من المكاتب اجراء تغيير عدم اللمس والتزام بمعايير التباعد الاجتماعي والكاميرات. طبعا يكون هني كثير تركيز على الكاميرات في احصائيات. نعم دكتور. مليارين دولار النفاق على كاميرات في القريب. دكتور جاسم حاجي، خبير النشرة الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. إطلاق حملة تستمر 3 أيام لاختبار الطائرة 737 ماكس. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1277 نقطة بارتفاع بنسبة 0.04%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,938,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 275,000 دينار تم تنفيذها من خلال 49 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنلاحظ أن جميعها أغلقت على انخفاضات متفاوتة، ونبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7,287 نقطة بانخفاض بنسبة 0.07%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4275 نقطة بانخفاض بنسبة 0.68% لتكون الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2080 نقطة بانخفاض بنسبة 0.21%. نظمت شركة مطار البحرين مع المجلس الدولي للمطارات دورة تدريبية عن بعد تتيح لمتدربي برنامج تحليق مواصلة الدورة الثالثة من برنامج التطوير المهني أثناء جائحة كورونا، وذلك في موضوع الإيرادات غير المتعلقة بالطيران في المطارات. وتأتي هذه الدورة كأول برنامج تدريبي خارج أنشطة برنامج الاعتماد المهني الدولي في إدارة المطارات، يتم تقديمه عبر ميزة الفصول الدراسية الافتراضية الجديدة التي طرحها المجلس الدولي للمطارات مؤخراً.
حددت إنفست كورب المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها الفوائد الاقتصادية الرئيسية وفرص النمو التي يمكن تحقيقها من خلال موجة ثالثة من التحسينات الإنتاجية مدفوعة بعملية الأتمتة الرقمية، وذلك في ورقة بحثية أصدرتها بعنوان أتمتة العمليات الرقمية محرك النمو الاقتصادي المستقبلي. وتناقش الورقة البحثية فرص خلق القيمة التي تقدمها صناعات الأتمتة الرقمية المتنامية، وتلقي نظرة على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وبحيرات البيانات وتطبيقات الأعمال. شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لهجتها بإعلانها أن على بريطانيا تحمل عواقب علاقة اقتصادية أضعف مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه، فيما لم يطرأ أي تقدم على المفاوضات لتنظيم العلاقة بينهما ما بعد بريكسيت. وقالت المستشارة الألمانية في مقابلة مع صحف أوروبية، بما أن الحكومة البريطانية التي يتزعمها رئيس الوزراء بوريس جونسون تريد تحديد وضعها بعد انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، فعليها بالطبع أن تتحمل بعد ذلك العواقب، أي اقتصاد أقل ارتباطاً. يبدأ طيارون وأطقم اختبار من إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة وشركة بوينغ حملة تستمر 3 أيام لاختبار الطائرة 737 ماكس بعد 16 شهرا من منع تشغيلها وفق ما ذكرت مصادر مطلعة. ويمثل هذا الاختبار لحظة فارقة في أسوأ أزمة شهدتها شركة بوينغ على الإطلاق، التي تفاقمت بعد أن تسببت جائحة كورونا في ركود صناعة الطيران والطلب على الطائرات. وسينفذ الطاقم سيناريوهات مرسومة مسبقاً أثناء التحليق، مثل الدوران بزاوية حادة والقيام بعدة مناورات أكثر صعوبة في مسار يتركز في الأساس فوق ولاية واشنطن.